السلام عليكم متابعين ماما زي الحبيبه ام ولادي. كنرحب بكم في يوم في واحد الفكره ديال الزيتون اللي طلبتني واحد الاخت باش ننزلها، وانا نزلتها اليوم. كنرحب بكم وتفضلوا معايا المقادير. هذا الزيتون راني شريته كان شويه مالح، رقدته مده 3 ايام وكنبدل له الماء كل نهار باش تحيد له الملحه. عصرت واحد الليمونه الحامضه هنايا، درت لها العصير ديالها وهذا، والقشوره تاع هي ما غاديش نرميهم، غادي نقطعهم حتى هما طريفات وغادي نزيدهم على هذا الزيتون. الزيتون اللي خديته راه كان مالح بزاف بزاف بزاف، كنبدل له الماء تقريبا مده 3 ايام، ملي كنبدل له مع الصباح وكنبدلها له مع العشيه حتى تحيد الماء. الماء بارد اللي درت له الماء بارد، من بعد دابا صفيته وكنت طيبت الخبز، صفته في واحد لابلاك، درته في واحد لابلاك حتى ينشف شويه، عاد مسحته ثاني باسوي هذاك الكاغط صافي، ودابا هو قابل للاستعمال. غادي نزيد عليه واحد المعلقه ديال البابريكا اختياريه، انا كتعجبني المذاق ديال البابريكا او الفلفله الحمراء في هكا في التشرميله ديالته. غادي نزيد عليه واحد شويه ديال السيبولات، حتى هي كتعطي واحد المذاق زوين. هاد السيبولات راه هي بصح ماشي اجي كلشي يابس، ماشي خضره. غادي نزيد عليه واحد طريقة ديال المهدوس حتى هو يابس، هو هذا اللي درت استعملت انا، تقدري تستعملي هذاك المهدوس الخضر، ولكن تخافي عاوتاني الا يغمالك ولا شي حاجه. انا درت انا اليابس، درت واحد شويه ديال لوريغو، زيتره يابسه حتى هي. غادي ندير واحد شويه ديال القزبر، شويه ديال الفلفله السودانيه هي الاولى، كيجي لذيذ بزاف هاد الزيتون. وهادي الوقيته ديالو، واحد شويه ديال الكمون. دابا الزيتون تبارك الله راه موجود بزاف، علاش لي ما نشرملوش ونقول نرافقو بيه الاطباق ديالنا او الكوتي ولا في الفطور. غادي ندير واحد القزبر تقريبا واحد نص معلقه ديال اتاير ديال القزبر يابس، وغادي نزيد نقطع واحد جوج ويقات ديال الرند او الورقه ديال اللوغي. نقطع طريفات صغار حتى هي، وغادي نزيد شويه ديال الثومه مطحونه. صافي غادي نخلط هاد التوابل ديالي بحال هكا، غادي نخلطو مزيان باش نساجم ليه الزيتون مع هاد التوابل وهذا العصير ديال الليمون الحامض. نخلطو مزيان وغادي نحطها، غادي نحطو دو كوطي وغادي نخليه تقريبا واحد 3 ديال السوايع قبل ما نديرو في واحد القرعه عاديه، يعني قرعه ديال لاصوص طوماط ولا اي قرعه عندك كتسد. انا هاد القرعه غادي نديرو فيها، باش حتى تشرب لي هذاك هاد التوابل اللي درت ليه، عاد غادي نكب عليه الزيت البلديه في الاخر. وهذا هو الزيتون ديالنا، راه درتو متشرملتو مع الصباح، وراه غادي نشربو به اتاي. دابا الزيتون المشرمل ديالنا هو هذا، تفضلوا معنا. وهادو هما الكريسات اللي درت، نزلت لكم الرابط ديالهم البارح، كريسات اللي كيجيونا مشفنجي. ايوا تفضلوا معنا، وهذه هي فكره اليوم، وكانت على الاخت حليمه اللي طلبتني عليها. وكنشكركم كاملين، وكنشكركم كامل الدعم ديالكم، وجزيل الشكر لجميع الافراد الكبار والصغار والناس القرابين والناس البعادين، كنشكركم بزاف 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 بزاف. وان شاء الله ترقبوا ثاني فيديو اخر جديد باذن الله، والسلام عليكم. ما تنساوناش ثاني من ابوني، وما تنساوناش من ديروا جيم، والناس الجدد هما خصهم يفعلوا لنا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. وكنشكركم جزيل الشكر مره اخرى، والسلام عليكم إلى فكرة مقبلة بإذن الله.